شغال مشروع اسمه هايبر لوب. هايبر لوب دي تكنولوجي بدأت تبتدي في أمريكا بقالها كذا سنة. الفكرة كلها إن هي وسيلة مواصلات جديدة بس طبعا هتوفر وقت طبعا وهتوفر طاقة وهتكون حاجة أسرع بكتير جدا من المواصلات العادية. هو الموضوع كله مبني على إنه بيكون في أي بي زي ده بيكون عليه ميكانيكال أسامبلي زي اللي إحنا شفناه من شوية. تمام، بيكون في مواتير دي بتعمل حاجتين، بتعمل ليفيتيشن يعني بترفع الكبسول كلها من على الاي بي ده، في نفس الوقت بتعمل جايد، في نفس الوقت بتعمل ثراست يعني بتدي قوه دفعه لقدام. المواتير دي الموضوع ده عباره عن مجالات مغناطيسيه وايدي كارنس هي اللي بتعمل الليفيتيشن ده وبتعمل ثراست انها تبوش الكبسول فورورد يعني لقدام. بس احنا قدرنا نعمل موديل لفرد واحد. دي بقى البروتوتايب الصغير اللي احنا برضه شفناه ده بالظبط بيمثل الحركه، وفي اربع مواتير فعلا شغالين على الليفيتيشن والكروس. والموديل دي كلها قدرنا نعملها يعني فول ديزاين احنا اللي عاملينه، سواء ميكانيكال او سواء ديزاين للبودي. دي حاجه بقينا عرفنا بس ان احنا نازل الطياره عندها عديد من المشروعات المحليه اللي احنا بنعملها في الجامعه. بالنسبه لهذا المشروع بالذات او اغلبيه المشروعات اللي احنا بنقولها هذا العام، احنا اغلب التمويل كان جاي من الجامعه والكليه، وجزء كان ممول من بعض الجهات الداعمه. في هذا المشروع بالذات كان ممول او يعني جزء كبير كان ممول من وزاره البيئه الحربي تحت رعايه الاستاذ اللواء الازهر شخصيا، اللي هو كان بيرعى هذا المشروع رعايه مباشره. المشروع ده المميز فيه ان كل خامات محليه احنا عملنا البلاد هم اللي عملوها بنفسهم، هم اللي اشتغلوا نفسهم كلها اتعملت في معامل ومناقش جامعي عند القاهره وهندسه القاهره. جزء منها طبعا كان اتعمل او لما كنا بنحتاجه كانت القاهره البلاد كانت بتروحوا لانتاج الحربي في بعض الورش واشتغلوا. ان شاء الله المشروع ده هيسافر الولايات المتحده الامريكيه خلال نهايه شهر اغسطس للمشاركه في مسابقه عالميه، وهيسافروا ان شاء الله الانتاج الحربي هيدعم سفرهم سفر الاجهزه والالات والادوات.